السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكومة دبي عاملة نظام جميل جدا ان انت لما تعمل شغل البيم تقدر ترفعه، طبعا بترفعه بامتداد اي اف سي. ليه؟ على اساس ان انت عندك السوفت وير ممكن يكون مثلا بتبتاعه زي ريفيت ار في تي، ممكن يكون اي امتداد اخر، انما لما يكون اي اف سي بيبقى حاجة موحدة بين البرامج كلها. فهو بيقول لك كرييت، وبعد كده اعمل ابلود، وهيتأكدوا ان فعلا الموديل سليم، ويبقى كده انت عملت سبميت. طيب هحط لك الرابط اسفل الفيديو عشان تقدر تشوفه. طبعا تقدر تعمل ريجستر او تعمل لوج ان لو انت مسجل قبل كده. لو جينا هنا ده الكتيب ده، وبرضه هحط لك الرابط بتاعه، ده المانيوال ازاي تعمل سبميت، ازاي تعمل سبميشن وترفع الملفات بتاعتك. فهنا بيتكلم على بعض الاختصارات اللي هتبقى موجوده في الكتاب، زي البيم بيلدينج انفورميشن مانجمنت، اي اف سي اندستري فاونديشن كلاسز، ده الامتداد المشترك بين كل حاجه، بين كل برامج البيم، كيو اي كيو سي كواليتي اشورنس اند كواليتي كنترول، تاكد ان الشغل بتاعك سليم، بي سي اف ده ملف بيحط لك بس العلامات على الكلاشات او المشاكل او الملحوظات، سي اس في ده تقدر تقول ان هو ملف اكسل. فهو بيقول لك بقى ان انت هتعمل داونلود للسبمشن تمبليت، موجود اهوت الرابط بتاعه، وبعد كده تقدر تضيف كي بروجكت انفورميشن، تضيف المعلومات بتاعتك، موديل ديفلوبمنت، وبعد كده تصدر اي اف سي وترفع وتضغطه، تخلي ملف مضغوط وترفعه. دي العمليات اللي المفروض انها هتتعمل. وبعد كده بيقول لك لما تلاقي العلامه دي يبقى دي فور كونستراكشن ودي فور كونتراكتور، اللي هي العلامه بحيث ان دي خاصة بالاستشاري او بالمقاول. فبيقول لك ده هنا خاص بالاتنين، ان هو يعمل ريجستر ويبدأ يسجل الحساب بتاعه، بيدخل معلومات الايميل والاسم وكل حاجة، وبعد كده في اي لحظة تقدر تعمل لوجن، وده الصفحة بتاعتها، وممكن تعمل لوج اوت، ممكن تعمل تشينج الباسورد، تقدر تعمل create new project ترفع فيه الملفات بتاعتك، تختار الفيس وتبدأ تقول له next وتبدأ ترفع الملفات بتاعتك. دي لسه بقى البروجكت، تقول له view project list وتبدأ تظهر معاك. ممكن تقولك تدخل من خلال الموبايل تتأكد ان الحاجات توافق عليها متوافقش عليها وهكذا. وممكن تشغل الـ VR بحيث ان انت تشوف الموديل بتاعك. تقول بقى View Project او Edit Project. ممكن تقول له Select Download GIS to BIM، تنزل ملف الـ GIS لو موجود وتبدأ تستخدمه، ده الـ Template لو انت عايز تعمل Download BIM Template. انا مش عايز اعمل Login و Register الحاجات ديت عشان ايه، ما اضيفش معلومات غلط. تقدر تعمل ابلود للملف بتاعك، تقدر ترفع ملف مضغوط. حتى لو انت مش موجود في الامارات حاول تعود على الموضوع دوت، لانه قريب هيبقى موجود في كل الدول العربية ان شاء الله. تقدر تشوف ال QAQC، ممكن يقولك ان الاسم مش مظبوط لان هو حاطط اسم معين، لما تيجي ترفع كده بيقولك ان ده طريقة التسمية، تمام، اسم المشروع وهكذا، بتبدأ تسمي نفس طريقة التسمية، project number، وبعد كده ال PI building ID، وبعد كده ال partial ID، AR model discipline، architecture structure وهكذا، تمام. فبتكتب اسم الحاجة ونوع المشروع، وبعد كده تقول له next وترفع الملفات. او ده كيو اي كيو سي بيبدأ يقولك بقى اذا كان في حاجة ناقصة، في حاجة فيها مشكلة ينبهك ليها. تقدر تشوف الموديل بتاعك في ال 3D بالشكل دوت، وتحدد الاصدار، وممكن تقول انا عايز اشوف الاصدار السابق او كده، وتعمل اكسبورت للنتيجة. ممكن تشوف الملحوظات او الكومنتات في ملف بي سي اف، ومن قلب اي برنامج تشتغل فيه في البيم بتقول له استدعي ملف البي سي اف، بس ان هو يكون ملف صغير فتقدر تتعامل معاه دايركت.
ممكن تعمل ريسبميت، تبعت ترفع الحاجة تاني، ده بي ام فيور، تقدر تشوف الموديل بتاعك، تقدر تدخل على الاستراكشر تاب وتشوف الاستراكشر ده. هنا بقى الفلورز، الكلاسز، ايزوليت، تخفي حاجة، تظهر حاجة، تقول له انا عايز اشوف الابواب فقط. تقدر تعمل سيلكت لاي ايتم، وبعد كده ممكن تقول له سيت ماوس بوتوم تو سيلكت، تقدر تعمل سيلكت على اي حاجة انت عايزها، بحيث تشوف الخصائص بتاعتها. تقدر تقول له اخفي كل العناصر اللي زي العنصر اللي انا عامل له سيلكت، ريموف اتريبيوت، كومبلاينس تشيك تاب، تقدر تشوف الحاجات اللي هتعملها تشيك، وبعد كده تدوس ران كومبلاينس فيبدأ يعمل تشيك ويبدأ يقول لك اذا كانت صح او غلط، فيقول لك مثلا في هنا 5 صح 0 غلط، لو في حاجة غلط تبدأ تركز عليها. ممكن تعمل فلتر لدور معين لحاجة معينة وتحدد لها لون مثلا. ده تقدر تشوف بقى الموديل، تخفي حاجات، تزرع حاجات، تلون الباك جراوند. هو الموضوع سهل، هو موقع على النت بترفع الموديل وتبدأ تشوف الداتا اللي عليه، وتقدر تحط الانوتيشن والكتابات اللي انت عايزها، وتقدر تقيس زي ما انت عايز. فأني خطوة ممتازة. تقدر تحط ال PCF أو تشيله، تمام. أنا هحط لكم رابط أسفل الفيديو بحيث اللي عايز يشوف الكتاب دوت هيستفاد منه إن شاء الله. وأنا بتشوف الخرايط، تشوف المشروع اترفع قد إيه، إيه المشاكل اللي كانت فيه، الهيستوري بتاعته، داشبورد. دي ممتازة جدا، تشوف بقى ايه المشاكل، مثلا معماري مشاكل كذا، نوعية المشاكل ايه، يعني ايه، يقدر يقولك ايه المشاكل المفتوحة، ايه المشاكل اللي تم غلقها، تقدر تظبط نوتيفيكيشن. الكونسلتنت والكونتراكتور انا شايف ان هما الاتنين تقريبا زي بعض، بس كده.